خويا امين سولك الله يحفظك منين نبدا نتعلم منين نبدا نتعلم الهاك خويا الهاك كيجي ملي كتعلم بزاف د الحوايج الهاك راه الهاك نيفو ديال سيكوريتي انفورماتيك ما يمكنش اخويا سهيل تبدا الهاك وانت ما كتعرفش الفرق في الفرق في الكارنلز ديال ما تعرفش الفرق ما بين يونيكس ولينكس ما كتعرفش شنو هما لي ديستريبيسيون اللي كاينين ما كتعرفش شنو هو جودي نابورتو كوا دي ان اس ما يمكنش الريزو اولا الهاك يجي في واحد المرحله الا بغيتي تكون هاكر تكون الناس اللي ناس سيكوريتي ماشي بغيتي تكون تفنطح راه دابا ولا غير اللي دار في باج فيسبوك تيعتبر راسو هاكر ولا اللي دار ترجمه لشي اخبار طلع كينسحب راسو هاكر راه كاين فرق اخي خاص يكون عندك واحد الباركور وهذاك الباركور تيبدا بعدا من لادمينستراسيون ديال السيستيم الى انه تمتلك واحد تكون عندك واحد اللغه برمجيه الى عندك ساعه تمشي في لا سيكوريتي فلهذا خويا بدا انا نصيحتي بدا بالاي بلاس بدا بال سينانا بدا بدا بسميتو بدا ب بدا بلغه برمجيه بحال مثلا بدا بالبيتون هذا هما اللي خويا ما نسولك الله يحفظك اكس زيد باك دور باقي يلا سمعت الخبر باقي ما دخلتش نقرا عليه لخص كلمه كره في جمله هي افيون الشعوب سي سعيد تحيه لك رايك في حسابات المموله ديال التداول تخربيق هذاك الشيء اخويا حمزه الصوت عندك ولا ديال كاتورزا ما عرفتش اخويا